بشائر النصر. في جيزان مدفعية الجيش واللجان الشعبية تستهدف موقعي الشبكة والدود العسكريين بعدد من القذائف. وفي عسير القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية تطلق 7 صواريخ على تجمع لآليات العدو السعودي قرب مجمع الربوعة. وفي مأرب تمكن أبطال الجيش واللجان الشعبية من التصدي لهجوم شنته قوات تحالف العدوان السعودي ومرتزقته باتجاه صرواح، وكبدوهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. كما تمكن أبطال الجيش واللجان الشعبية من إسقاط طائرة معادية بدون طيار في منطقة الساقط التابعة لوادي عبيدة شرق مدينة مأرب.